يا رب الجدع السن ده ما يشوفني يا رب ولا يطلب مني اي حاجه. استر استر يا رب يا رب. عدوي عدوي. ايوه ويت بليز كم هير يا ابن الفرتوسه. فرتوسه؟ لا عيب. اه انت اللي فختوس وستين فختوس. لا ماذا فهمت؟ انت بتشتمني. نو هذا احترام. احترام ايه؟ الفرتوس حيوان مقدس نقدسه عندنا في الصين مثله مثل الصراعوف تماما. صراعوف ايه فرتوس؟ خلي بالك الحاجات الشتينة هنا. نو هذا احترام زائد. مش عارف انا حاسس شفتك قبل كده. لا اظن اننا تقابلنا من قبل. هل ذهبت الى الصين؟ الصين؟ او الصون؟ صون؟ او الصان؟ ايه ده؟ انها بلدان بجانب الصين، هل ذهبت اليها من قبل؟ لا والله عمري ما رحت الحتت دي. اذا لن تراني ولا في الاحلام. ماشي يا سيدي شكرا شكرا. عايز حاجه بقى؟ انا رايح اشوف. اريد ان اسالك سؤالا. ايه؟ اليس كذلك ان فارس يريد الزواج باسرع وقت؟ اه صحيح. لماذا؟ لا لحد هنا بقى وفول ستوب. معلش ده اسرار الناس. سيبك من الناس وكلام الناس، فلتكن لي لماذا؟ لا لا مش هقدر اقول. سافعل لك اي شيء. اي شيء؟ اي طلب. يعني طلبت اي حاجه بجد؟ كم نظرك؟ والله العظيم بس دي ثلاثة ودي ونص. سأجعله لك ستة على ستة. ستة على ستة؟ في كل حتة. ايه ده انت بتفرش فين؟ في ميدان العتبة بفضل تعويذة التنين. ماشي ماشي انا عايز تعويذة التنين ده. قول لي عايز ايه؟ لماذا يريد الزواج بأسرع وقت؟ بص يا سيدي، ميسيو فارس عايز يتجوز بسرعة عشان خاطر يورث. اه. ليه بقى؟ ما عشان خاطر هو مكتوب في الوصية انه مش هينفع يورث من غير ما يتجوز. اه. فاهم؟ لازم يتجوز عشان خاطر يورث. اه. انت فاهمني؟ اه اه اه. ابطال الجمهوريه عدى هدول انت عسل قوي. دعك من هذا. ماشي ايه بقى؟ سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. شكرا. فلتذهب الى الجحيم. ايه ده انت فين تعويذه التنين؟ انت لا تحتاج الى تعويذه التنين، انت تحتاج الى تعويذه البرص. ماشي هات تعويذه البرص. فلتذهب الى الجحيم. هات يا عم انت برا. انت بتزهقني كده ليه يا عم؟ برا. انت ضحكت عليا. حلو قوي، عرفنا فارس ليه عايز يتجوز بأسرع وقت. صباح الخير. صباح النور. ليه مش الشناوي؟ مفيش مفيش خالص. هو ايه اللي مفيش؟ مفيش غرف اللي زي حضرتك. يعني بص انا هنصحك نصيحه، في تلات اوتيلات بره تحفه، ممكن اديك ارقامهم. يا بس انا حاجزه وعامله كونفرميشن. يا شفان قولي كونفرميشن تاني كده. كونفرميشن يا جمال. كونفرمك. هو انا ازاي اكد لها كونفرميشن؟ كنت لسه ما شفتهاش. اما دي لو ما تعملتهاش كونفرميشن مين هيكونفرمرله؟ ما شاء الله لوحه زيتيه واقفه معاه. يني لله. ما تقلقيش على نفسك، ده خير ما عملت. طيب بسم الله. هو حضرتك حاجزه دبل ولا تريبل؟ لا انا حاجزه سنجل. بسم الله كمان حاجزه سنجل. سيبك منها. لك هي بتسال اسئله ساذجه. هو عين حضرتك لينسز ولا طبيعي؟ لا طبيعي. ما شاء الله دي لو اتجوزت مستر فارس هيخلفوا اطفال اتش دي. اتنورنا. اتفضلي. ابعد اوضه في الاوتيل. لا انا عايزه اوضه قريبه. ها؟ معلش يا فندم سؤال تاني بس، هو حضرتك من المجر ولا من المنصوره؟ نعم. يبقى من المنصوره، منورانا يا ست الكل. اتفضلي يا فندم، ادي كارت غرفه تاني. حضرتك هتمشي كده على طول يا فندم، بس عايز تمشي كده، عايز تمشي كده، الاوتيل كله بتاعك، اعمل اللي انت عايزاه. ميرسي. العفو، قولي ميرسي تاني كده يا فندم. اوه كويس؟ يا قوة الله مارلين بنروح على هند رستم على شوية سعاد حسني ضربوا في الخلاط طلعوا حاجة أنا عمري ما شفتها قبل كده. تخيل كل الجمال ده وسنجل. اسبريسو سنجل؟ اسبريسو؟ اسبريسو ايه؟ طمنتني. هروح أجيب المأذون بقى عشان تلحق تورث يا معلم. ورث ايه؟ تنسيت؟ طبعا حقك تنسى. أنا نفسي نسيت إن أنا غلاب. غلاب مين؟ بنتني عليك. إن شاء الله هنورث. لا
يوجد، لا يوجد كل هذا الطعام ولا يوجد الصنف الذي أريده. مسيو، حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلاً أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيراً ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن أكل خفاشاً. خفاش يا عم، الكلام بيقولوه ده؟ إيه؟ عايزيني على الغدا يا عم؟ يا عم أنت هتتلكك، بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. آه يابا. إيه ده؟ هو إحنا عندنا جست صيني في الأوتيل ولا إيه؟ من يومين يا عم، انت ايه نايم ولا ايه؟ انا ايزر ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب، أهلاً. افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك، اهلا. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي، هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعة مستر شانك. ثانك يو. والان اترككم كي اكل. في ايه؟ يا عم انا بني ادم والله، مش خفاش. انت مجنون. الان. طب ياكلني. يا عم. بقول لك ايه؟ الراجل ده تمشيني، انا مش عايز اقعد في الاوتيل. امشيه يا عم، ده مفيش غير اتنين في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود. ايه ده؟ ما تقلقش يا باشا. الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامة انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسأل سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت الاسبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا؟ لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ عرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شون؟ مستر شونج، ما تجيبلناش مصيبة هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقة جميلة يا فندم تعبر بيها عن أوجاعك. بص، أنا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفولة. سيدي، أنا لم يكن لي طفولة، أنا ولدت كبيراً. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسية أثناء الشباب. ما هذا؟ أنا لم أطلب دكتوراً نفسانياً، أنا بطني تتمزق، من الواضح أني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعب يا فندم. إيد حضرتك؟ ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيراً؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة، أنت لست دكتوراً، انت فنطاس ميه. ما اسمحلكش. خزان ميه. ما اسمحلكش. كل من ما تخلينيش اصرف وشك. سيدي انت تسرب من بدري. بقولك ايه، انا عينيا ما راحتش في كليه الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا انت شكلك غريب. يلا تركيبتك كده غريبه، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني، انت مش صيني. يوت انتم قتلتموني في هذا الفندق، وسأبلغ عنكم البوليس. أنا ما قلتلكش حاجة. أنت لست دكتورا، أنت ساعي بريد. يا عدوي. صباح الخير، يا ترى الشيزلون ده فاضي؟ نعم. فارس قنديل صاحب الأوتيل. اهلا، مبروك كسبتي معانا جايزه ملكه جمال الغردقه. ايه ده، محدش قال لي يعني ان في مسابقه. ما هو مفيش مسابقه، احنا اخترناك على ذوقنا. قصدك على ذوقك. كنتش عارف انك هتيجي معايا سكه كده بصراحه. نعم. لا انا قصدي احنا واضح ان احنا هنفهم بعض بسرعه يعني. والجايزه ايه بقى؟ بوسه. رحله. رحلة؟ ودي هطلعها مع مين؟ معايا طبعا، واضحة قوي. معاك انت؟ ايوه. يا سلام، لازم تمضي حالي. بعدين يا فريدة مش وقته مش شايفة. ما ينفعش، ده شغل وضروري. طالما مهم بقى لازم. طبعا.
يلا بينا لازم نلحق الرحله بسرعه. اوكي ميرسي. مليون ونص عمولة المراس وعمولة الخاتم السوليتير والشبكة، يعني 1,700,000. يا رب يا كريم فارس يتجوز وسدد ديوني وسدد ديوني يا رب. اتفضل. ايه ده؟ لا مؤاخذة اتفضل. وايه دي؟ دي استقالتي. تاني؟ تاني يا مولانا؟ أنا زهقت خلاص يا بتر، أنا قربت أنسى المأذونية، أنا ما بقتش فاكر بيقولوا إيه بعد زوجيني نفسك، بلاش جواز، شوف لي حتى فرد الطلاق. استقالتك مرفوضة وإن شاء الله فارس بكرة هيتجوز. أنت بتتكلم بجد يا متر؟ الحمد لله ربنا رزقنا ببنت ما اتجوزتش قبل كده، إزاي؟ أنا مش عارف. أنت تقصد ريم الشناوي؟ أنت عرفت إن إيه؟ ده الناس هنا ما وراهاش سيرة غيرها. معذورين يا أخي. يا عيني يا فارس، ده مبسوط له فيها. طب افرض بقى بعد كل ده ما اتجوزهاش. هتجوزها أنا، وأنت هتكتب الكتاب، تمام؟ واضح إن أنت بتحب المكان ده قوي في القطر. آه فعلاً، أنا اخترته مخصوص عشان أقعد فيه مع الناس اللي هحبهم. طيب ليه بقى كنت عايز أنا أقعد لوحدنا؟ إيه؟ عشان أعترف لك. تعترف لي بإيه؟ أنا آسف. أنت بتعمل كده ليه؟ في إيه؟ أنا كدبت عليك. كدبت في إيه؟ هتسامحيني؟ يا أخي هسامحك بس كدبت عليا في إيه؟ مفيش رحلة. أنا عملت كده مخصوص عشان أستفرد بيك. ياه؟ كل الفيلم العربي ده عشان تستفرد بيا؟ على فكرة الموضوع أبسط من كده بكتير، أنت ممكن تستفرد بيا عادي جدا. إيه ده؟ طيب أديك استفردت بيا أهو، قول لي بقى كنت عايز إيه في إيه؟ تتجوزيني؟ بسرعة دي؟ لا مش بسرعة، إحنا هنتخطب دلوقتي وبالليل نتجوز. يا شيخ. اصل انا بصراحه ما بحبش اضيع وقت، الوقت كالسيف ان لم تقتله قتلك. والله؟ اه. طب من غير بقى لف ودوران وقول لي بصراحه، انت ليه عايز تتجوزني بصراحه؟ ها؟ عرفت هتعمل ايه؟ عيب عليكي، وانا تلميذ شاطر. يلا نفس. مش لما نتفق الاول؟ على ايه؟ انا عايز 3000 جنيه اجيب مفرمه لحمه لماما في عيد الام هديه. حاضر. الله يرحمها كانت بتحب الحواوشي قوي. لما امك ميته تطلب 3000 جنيه ليه؟ ما تتوهيش الموضوع، انا هاخد 1500 دلوقتي و1500 بعد العمليه. ده. انت وهي بتتوشوشوا في ايه؟ ادهم ما تفهمناش غلط. لا ما تفهمكش غلط. 3 ثواني، 3 ثواني عليك بره الاوضه فورا. على فكره انا فاهم كويس قوي انت عايزه تعملي ايه ومش هينفع، عشان فارس عمره ما هيضيع عروسه زي ريم دي من ساعه ما دخلت الاوتيل وهي موقفه على رجلي. لا ما تبصليش كده. مش انا عمري ابص لواحده. انا الحمد لله بحب واحده وعينيا مليانه وعينيها زي القمر وتحفه وبموت فيها، ولا مليون ريم ولا مليون ريم يخلوني ان انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دخلت امتى؟ من ساعه عيني مليانه. عيني مليانه؟ ايوه. اتفضل بره. ايه ليه ده؟ انا اجيب لك ليمون عشان دمك اللي اتحرق. انت مالك؟ انت دمي يتحرق ولا ما يتحرقش؟ انت مامتي. احنا صحاب. مش صحاب من امتى؟ صحاب من امتى؟ بص ما انا بقول لك ايه. نعم. سي تغيتا سي. ايه؟ تغيتا سي. انت كداب، ده مش فرنساوي وانت بتهري. نو 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 جي بارلي فرونسي بيان. هو انت هتعمل لي بوزك بقى ارز بطاطا؟ خلاص بتتكلم فرنساوي؟ طب سخت ايه؟ ايه؟ انا اسف انا بتكلم غلط. اتفضل اطلع بره. الوازو؟ لا تعالى تعالى. ايه؟ لا بقى، اصل انت ثقتك في نفسك دي هتشككني انا في نفسي. الوازو ده فيرب ايه؟ امبيزو؟ امبيزو؟ اطلع بره! اطلع بره! وانا بقول له اوتيل مديون من شويه، ما هو لازم يبقى مديون ومتنيل على عينه. الوازو امبيزو! يا رب يا رب يا تتوب عليا من الشغل من هنا، يا تتوب عليا من حبها يا رب. يا سلام يا مستر غلاب. مستر غلاب، الواحد فخور جدا جدا انه اتعرف على شخصيه زيك في مصر. الله، ده انا طلعت متصايد عندكم في الصين بقى؟ لا ابدا، ما حدش يعرفك لا في الصين ولا في مصر، بس هو كلام بيتقال. والله دمك خفيف، على قد ما انت صيني صيني الا انك فيك لمحه كده من الدويقه مخرفش يعني. شكرا شكرا على الخرفشه. مستر غلاب، انا جاي مصر هنا اعمل بزنس، اعمال كتيره، اعمال كبيره. انا عندي بضاعه في الصين ممكن اديها لك برخص التراب، وانت تبيعها هنا برضه برخص التراب. بضاعه؟ بضاعه ايه دي؟ عندنا كهك العيد. يا ولاد اللعيبه، انتوا وصلتوا لكهك العيد؟ امال،
عندنا كحكة ب$3 ممكن انت تبيعها ب$5، وعندنا كحكة تانية ب$7 ممكن تبيعها ب$12-$15. طب ايه الفرق من ابو $3 وابو $7؟ مستر غلاب، الفرق في السمنة البلدي. كمان فاهمين في السمنة البلدي؟ لا لا، انتوا معديين بقى، انتوا عديتوا جامد. وقريب $5 لكم كمان. لا 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 يا جماعة، كفاية نبش فقبور الفلكلور بتاعتنا بقى، ارحمونا. بمناسبة الفلكلور، عندنا برضو منتج آخر، الحصان الهلاوة. يا هلاوة، انت ناقص تقولي ان كنتوا شغالين على العاشورة. مستر غلاب، انت تقرأ أفكاري. العاشورة تحت التجربة. يا سبحان والله العظيم، فكرت فيها قبل ما تقولي، شفت؟ واسمح لي مستر غلاب أن أعرفك على المنتج الجديد بتاعنا، ألا وهو البصارة. بصارة؟ بالتكلية. بالتكلية؟ والله العظيم جوعتني، أنت أبهرتني. يعني أنت عايز تتجوزني عشان خاطر الميراث؟ بصراحة في الأول آه، لكن بعد ما شفت العينين الحلوين دول والجمال ده، قلت يغور الميراث في 60 داهية. لا يغور ليه؟ احنا هنحتاجه جدا بعد الجواز. ايه ده؟ يعني انت موافقه؟ اه موافقه، بس عندي شروط. شروطي زي ما انت عارفه، لما قلتيش عندك شروط كنت هقول لك شروطي. اولا مالكش دعوه باي حاجه عملتها قبل الجواز. حقك طبعا، امال ايه؟ ثانيا مالكش دعوه باي حاجه هعملها بعد الجواز. حقك. نعم يا اختي. ايه انت مش بتثق فيا ولا ايه؟ اصل هو انا اعرفك حاجه زي ايه؟ يعني مثلا بكلم مين في التليفون؟ مالكش دعوه. خارجه بالليل ولا لا؟ مالكش دعوه. هتاخر في الخروجه ولا مش هتاخر؟ مالكش دعوه. هبات في البيت ولا هبات بره البيت؟ مالكش دعوه. يعني طب على الاقل اعرف يعني انت بايته مع مين؟ بايته فين؟ ليه؟ هو انت هتتجوزني ولا هتراقبني؟ انت عايزاني ابقى مفكر، يعني افكر دايما فيك يعني، صح؟ يا شقية. بص يا مستر شنكل، انا قررت يعني اخد منك 50,000 علبة من ام $3. تمام. وهاخد منك 60,000 علبة من ابو $7. كويس. اما بالنسبة للحصان الهلاوة بقى 20,000 حتة. طب والبصارة؟ لا، البصارة دي هنعمل بيها تبادل تجاري. انت تجيب لي حصان هلاوه، ابعت لك بصاره. يا حلاوه يا حلاوه، طالما وصلت للحلاوه اذا احنا متفقين. طيب دلوقتي انا هديك رقم الحساب بتاعي وانت تحول لي الفلوس بمعرفتك. لا اصبر شويه بس، لما تجي لي فلوس كده واحول لك ثمن البضاعه كلها. مش فاهم مستر غلاب، انت كحيان معكش فلوس ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ لا انا بس لسه مستني اجوز فارس يورث يديني عمولتي. ومتى سيتزوج هذا الفارس؟ لا ان شاء الله انا بحاول اجيب له عروسه، بس هو حكايته مع قرابه حبتين. بس انا مطمن وحاسس كده انها هتطلع في العالي، ومتفائل بوشك الصبوح الحلو ده. والميه هتطلع في العالي الى انهي مسافه؟ اي مين هيورث قد ايه؟ 30 مليون. 30 مليون؟ لا ده مخصوم منها العموله بتاعتي. واخصم منها العموله بتاعتي. عموله ايه يا مستر شنكل؟ من حضر القسم فليغتسب. تصدق تعجبني، صيني صيني. ما تقعدش تقولي بقى اللبس ده عريان قوي، الميك اب ده اوفر قوي، ريحه بقك عامله كده ليه والكلام ده. ما تعرفيش القبله منين؟ نعم. اصل انا خايف العصر يجي على الظهر. انت عايز تفهمني بقى ان انت راجل محافظ وملتزم وان احنا مش هننفع مع بعض وكده، صح؟ لا لا، اصل عايز اقول لك الراجل الشرقي. ايه الراجل الشرقي بقى؟ نفس الكلمه اللي كان بيقولها لي هيثم. هيثم؟ هيثم مين؟ هيثم خطيبي الاولاني. كان بطل الجمهورية في الملاكمة وزن الريشة. هو انت كنت وزن ايه؟ وزن الريشة. هو انت كنت مخطوبة؟ كنت مخطوبة، فسخت خطوبتي من 3 سنين. اكيد. قصدي ليه؟ مش عارفة، زعل مني جدا عشان بوست واحد صاحبي. لا لا ملوش حق بقى بجد. مع انها كانت بوسة اخوية والله. ما قلتلوش ليه انها اخوية؟ لا ما هو ما فسخش الخطوبة عشان السبب ده، يعني هو فسخ الخطوبة عشان سبب تاني. شفتي بقى؟ بس هو زعل
ان انا بيت عند واحده صاحبتي وجوزها في البيت. ودي فيها ايه بقى؟ عادي جدا. لا اصل صاحبتي اضطرت تمشي فجاه تسافر لمامتها. فجاه انت قلتي فجاه اهو. طيب خلاص فجاه. قام هيثم طب علينا في البيت واحنا الاثنين لوحدنا. انت ومين؟ انا وجوزها. كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. لا طالما نايمين عادي. هيثم ده بلدي 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 قوي. هو كان خانق قوي بصراحه. بصراحه الحمد لله انك سبتيه يا شيخ. قولي بقى هنتجوز امتى؟ مين؟ احنا. لا بصي انا رايي بقى الوقت قدامنا كبير جدا. العجله مش شيطان. تغيرت رايك؟ لا 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 بس انا محتاج اعمل عمليه مهمه جدا قبل الجواز. يعني عايز اشيل النخوه من جوه من جنب الكلى كده واظبط نفسي واركب حاجات اجهز. يعني عايز اجهز لك عشان نليق على بعض يعني. استغفر الله العظيم. اول مره اتجسس في حياتي. بعت نفسك بكام يا سعيد؟ مش هعمل كده تاني. شوية صور يا سعيد حكاية. بس هو الواحد ضميره منقص عليه شوية حاجتين. تعالى هنا. انت كنت بتصورني لحساب مين؟ أنسة فريدة حسين محمود أحمد الشرباجي موظفة الاستقبال في الريسبشن. طب اديني الموبايل كنت بتصور بيه. اسكتي. مش وقع مني اتكسر 100 حتة. والله. طب ماشي أنا هقول لفارس يطردكم أنتوا الاتنين. اتفضلي الموبايل أهو. قرف. الموبايل ده بقى بتاعك؟ ولا بتاعها؟ لا موبايلها طبعا. الموبايل انا عليه اقساط. لو حضرتك حابه تسامي باي قسط يبقى كتر خيرك. ماشي. طب ثانيه واحده بس هقول لها ايه لما تسالني عن الموبايل. قول لها وقع اتكسر 100 حته. فعلا الحرام عمره ما بيدوم. سامحني يا رب.